السلام عليكم البنات، السلام عليكم اخواني اخواتي. انا جيت معكم شي وتعرف في الشماليه قناتي وقناتكم. اليوم جبت لكم فيديو جديد، تحضيرات عيد ميلاد لولدي. حضرت ليه الطبيله هذه البسيطه، كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. جاتو غلاسي وكب كيك ومملحات، وخلاص هاد الحلوه ديال هاد العيد اللي وجدناها مع بعضياتنا في رمضان، وكنتمنى يعجبكم ودوزوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، نبداو المقادير ديال لاجينوازية الأولانية. كنحتاجو فيها 4 ديال البيضات، كاس ديال السنيدة، وفاني، وخمارة، وطحين عندي أنا حسب الخليط. كندير الماء كيسخون، وعاد كندير فوق منه البواطة اللي عن البول اللي عندرب فيه، وكندرب فيه هادشي هذا. وبالنسبة للطبقة المقرمشة، هنحتاجو كاوكاو، فويتين، لوز إيفيلي، وعنديرهم فوق البوطة يتحمرو، وعندوبو شوكولا الكحل أسود، وعنخلطوهم. وبالنسبة للعموس، هنحتاجو لاكريم، كنحتاج هولالاد ما جبرتهاش، استعملت هنستعمل ماجيك. نحتاج جيلاتين، هنحتاج الشوكولات الأبيض، وعنحتاج الشوكولات اسود. وبالنسبه للكلاساج الاخير، هنحتاج كليكوز، الكريمه، شوكولات ابيض، وجيلاتين. وبقوا معايا في الطريقه ديال التحضير خطوه خطوه. بسم الله، بداو طريقه التحضير ديال الجينواز. عملت الماء سخون انا في كسرونه، وديت طاسه فوق منه. بداو بالبيض، هنحتاج 4 ديال البيضات كيف ما قلت لكم. انا على جنواز ديالي كنضربها فوق بالماي. كاين اللي كيضرب غير الصفر بوحدو ويرجع يضرب البيض بوحدو، انا كنديرها كاملين. كندير كاس ديال السنيده و كنضرب. بسم الله، كنضرب حتى كيطلع ليا البيض مزيان. نزيد الفاني، نحيدها فوق الماء السخون. عندي فيها الطحين والكاكاو والخميرة. سيس كاكاو ما ذكرتوش خويتي في المقادير. طبعا نضيف البنات الطحين ديالي، دقيق ديال الفولوز، بالطريقة نضيف الكاكاو. انا بغيت لاجيموز ديالي مارو قهوية، ونضيف خمارة. خمارة استعملو حمرة 7 غرام، هادي 20 غرام، انا ما استعملش كامل، عندي غير شوية. Thank you.
نزيد شوية ديال الطحين، جوج مغرفات، الطريقة هذه البنات عند خويا في المول ديالي. بحال اللي كنقول لكم دائما يكون عندي الفران مسخن من قبل درجة الحرارة 250، ملي كنعمل لا جينواز ديالي او الكيك ديالي او شي حاجة كانت في الفوقاني كنخليها تحتاني. غنستعمل انا عاد الاطر هذا على شكل وردة كما كتشوفوا، غنخوي الخليط ديالي بهاد الطريقة هادي. الفران طيب ونرجع لكم باش نوجدوا الطبقه المقرمشه ولاموس ديالنا. بالنسبه للطبقه المقرمشه البنات بحال قلت لكم استعملت اللوز ايفيلي والفويتين وكاوكاو، وديروا قرقع ديروا اللوز نتوما ما بغيتوا، انا اكتفيت غير هذا الشيء اللي عندي. وكندوب الشوكولا ديالي ملي عيدوك غنزيدو هنايا باش ندير طبقة مقرمشة، وحتى بخاليني الا بغيتو تعملو بخاليني تا هو كيعطي واحد النكهة مزيونة. بالنسبة لهاد مادلين نشارك معكم حيتاش الوليدات كيبغيو كاب كيك اللي هو بالشوكولا، عزيز عليهم الشوكولاط وعملتولو تا هو بالشوكولاط. غير سمحوا لي ما صورتكمش من الاول حيت هو كب كيك عادي درت فيه غير 4 ديال البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو، وخميره ديال الحلوى، وطحن حسب الخليط. ملي طيب نزينو مع بعضياتنا ان شاء الله. بعد ما طابت لنا لا جينواز ديالنا زولناها من بابي كويسو وسقيناها، سيرو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا عملت غير الماء والسكر والنسكافي سقيتها باش ما نطولش عليكم. دابا نديرو الطبقه المقرمشه اللي وجدنا، نعاود نذكرها معكم. عملت الفويتي كاوكاو اللوز الفيلي وكندوب الشوكولاط وكنحركهم. دابا نعملها من الفوق، يعني هاد البنات الطبقه المقرمشه كتعطيها واحد اللذه ما نقولكمش، بحال ما توصلوهاش للجناب. خليو الجناب خاويين باش نديرو لاموس ديالنا غايده في الوسط. كنعملوها بهاد الطريقة هادي، كتجي لذيذة. هاد كاطو كلاسي، هاد التورتة هادي كتجي ولا أروع. غنجربوها البنات وعاد تعجبكم انا متاكده، وسهله ما فيهاش شي صعوبات ولا شي حاجه، بالعكس يعني اي واحد يعدل واحد طارت كلاصي في الدار ديالو حسن ما يشريها من باتيسري. وبعدا كتعرفي راسك شنو كتعدلي من يدك وتفرحي بها وليداتك. نخليوها تبرد في الثلاجه ونوجدو لاموس الاولاني اللي عندنا بالشوكولا، وعاد نديرو لاموس البيضه حتى ما نكونو دخلناها واحد 3 ساعات ولا 4 ساعات تشد راسها لاموس اللي هي بالشوكولا اسود، عاد نديرو لاموس بيضه. دابا نديرو البنات لاموس ديالنا. ذوبت هنايا 150 غرام ديال الشوكولاته الكحل مع كاس العنبه مع مرش، يعني ديك 100 مليلتر ديال
كريمة السائلة دوبتها مع بعضياتهم. دابا جوج وريقات جيلاتين كنت فزكتهم، نعصرهم مزيان من الماء ونضيفهم لهذا ديالنا لحد سخونة باش يدوب لينا الجيلاتين. نحركو مزيان حتى يدوب لينا الجيلاتين ديالنا ونسجل. نخلي الشوكولاته ديالنا يبرد يولي درجة الحرارة ديال المطبخ ديال الكوزينة، عاد نخلطهم مع الكريمة ديالنا اللي طلعناها دربناها، حيت انا عندي فيها السكر حلوة، ما درت لها السكر لا والو، طلعتها بوحديتها مع الشوكولاتة هو حلو، ما ضفت لها السكر لا والو. هنا طلعت 100 ملل ديال الكريمة، عاد نخلطهم مع بعضياتهم ونرجع لكم. هيا البنات لاموس ديالنا الشوكولا اللي عملناها بعد ما دازت واحد 4 ديال الساعات بردت لينا بهذا الشكل هذا. دابا نديرو فيكم هنا لاموس بيضاء نفس الطريقه اللي عندنا لاموس كحله، عملنا لاموس بيضاء يعني دوبنا الشوكولات ابيض مع الكريمه السائله، يعني 150 غرام ديال الشوكولات ابيض و مع 100 ملل ديال الكريمه السائله. ملي دابت كنا مرطبين واحد جوج وريقات ديال الجيلاتين وخلطناهم مزيان، وكنا طلعنا واحد 100 ملل ديال الكريمه السائله بارده بدون يعني ما درنا لا سكر لا والو، اصلا كريمه عندنا حلوه بهذه الطريقه هذه وصافي. ونعملوها دابا كطبقه الثانيه. شفتوا البنات لاموس بيضاء ديالنا كيفاش كتجي بهذه الطريقه هذه، نعملوها فوق اختها وندخلوها للمجمد تبات ليله كامله، ولا نوتها في الصباح حتى الليل عاد خدموها نديرو ليها الكلاصاج ديالنا ونزينوها. المهم ضروري تبقى واحد 12 ساعة في المجمد. جاتو كلاسي من احسن يبات في المجمد. ساعات نرجع معكم من يكون غنزينوها ان شاء الله. غنوجدو دابا البنات مع بعضياتنا كلاصاج ميغوا اللي هو غنزوقو به كاطو كلاصي ديالنا. عملنا هنايا 200 غرام ديال الشكلاط الابيض و 150 ملل ديال كريمة السائلة يدوبو، وغنزيد عليهم واحد جوج معالق ديال كليكوز بهاد الطريقة هادي. وملي تبغيو تهبطو الكليكوز ديروه فزقو صباعكم بالماء باش ما يلصقش معاكم ويهبط معاكم بسهوله. هاد الكلاصاج كيجي واعر البنات، ما تخافوش منه. ملي عيدو بهادشي هذا وغينسجمو مع بعضياتهم، عاد نديرو ليهم 3 وريقات جيلاتين لي انا مرطباهم. ساعات غنمكسيهم بالميكسور وغنصفي الكلاصاج ديالنا ونقسم، نخليه شي بيض وشي شويه ندير ليه النكهه ديال البيستاج، يعطيني واحد النكهه ديال البيستاج وكولور اخضر، ماشي اخضر يعني ديك البيستاج يعني اخضر فاتح. ايوا بهاد الطريقه ديال انا ندوب ونرجع معكم في الاخير نزينو الكاطو ديالنا باش ما نطولش عليكم ويجي الفيديو طويل. سلام البنات، بغيت نحضر معكم واحد مملحات بساطين نعملو ميني بيتزا. العجين بيتزا متعجن 10 دقائق، نشارك معكم مره اخرى ان شاء الله باش ما نطولش الفيديو. قطعته من هذا الشكل وريضات، والعجين معلق سبق لي شاركته معكم، ندير بهم لي شوسو ديالنا حتى نطلقت قطعه دوائر. نحطهم هيدا في بلاطو الوليدات كيعجبوهم هيدا. بالنسبه للحشويه البنات انا عملت غير البصله شلطتها وضفت ليها دجاج مقطع طريفات ستيتوين والفلفله، ودرت التوابل سكنجبير الخرقوم الكمون شويه ديال الابزار وشحرتهم في الاخر درت معدنوس. وهذه لاصوص بيتزا، بسم الله ندهنوا شويه ديال لاصوص بيتزا ديالنا باش نديرو الحشوة، وديك الساعة نديرو ليها الفرماج ونخشيوها.
في الفران، نشارك معكم مثلا، نشارك معكم التحضيرات ديال عيد ميلاد البساطين. والحشو ندهنهم بالبيض وحده نايده خفيفه، وندير الحشوه ونمدكم. ايوا نشارك معكم. نديرو الحشوه بالطريقه هذه، يعني شي بسيط وكيجي لذيذ وكيعجب الدراري الصغار بالطريقه هذه. ديك الساعه ندير الفرماج ندخلهم الفران، ما بغيتش نطول عليكم، غتشوفوا الطريقه وصافي. نرجع معكم هنا ندير معكم واحد الشوسو بحال الطريقة هادي. نعاود معكم واحدة أخرى، درها على دهنة خفيفة، ندير الحشوة هيدا نفس الحشوة خدمت بيها بجوج. وبغيتو ديرو ميني بيتزا غير بالتون لاصوص و التون فرماج حتى الدراري كيحماقو على التون. انا ما عنديش، اكتفيت بعد الحشوه بحال هيدا وصافي. المهم نعمر الطبيله ديال ولدي ويفرح وصافي. بعد الطريقه هذه البنات كيف ما كتشوفوا، وندهنهم ونديرهم في اللاطه ديالنا ونتلاقاو. بعد ما خرجنا البنات لاطه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، نديرو ليها دابا الكلاساج ديالنا، الكلاساج ديالنا اللي هو الجبنة. يمكنكم ديرو ملون أبيض باش يجيكم كلاساج واضح أبيض، أنا مبقاليشي معملتوش، اكتفيت غير بهدا غير الكولور هدا. ملي غيعاود لكم لتحت تهزوه، جا اللون ديالو بحال بلون كاسي بهاد الشكل هدا البنات. هداك اللي غيعاود لتحت أنا غنرجع نهزو. المهم كيجي روعة يا البنات، راه يهبط مع الجناب بالطريقة هادي، كيجي لامع. خليوها يتسقطر مزيان، انا قلت لكم البنات مرة اخرى كنت عملتها وكنت درت ليها ملون ابيض، دابا ما عنديش ما درتوش، وضروري خصو يكون ملون ابيض بالطريقة هادي. دابا غيجي باين واضح مع هاديك الطبقة اللي بالشوكولا، غيجي باين. واخا معليش نجي باينة، ولكن غادي نعطي واحد الديكور واعر. دابا نجيبو هاديك اللي دفنا ليه اللون بيستاش، غنجيو غنديروه عشوائي بهاد الطريقة البنات. أنا نوريكم كيفاش الطريقة، كيجي بحال رخامي بهاد الطريقة. متكتروش بزاف، كنت كتجيبو بسباتويا ولا بمعلقة ولا بشي حاجة كتعملو هيدا الطريق.
شفتوا البنات كيفاش كيجي؟ صافي تخليوه كنتمنى يكون هذاك ديالي واضح، يعني الشرح ديالي واضح. بالطريقة هادي ندرج شوية يعني. أنا بغيت بهاي الطريقة هادي، كنتمنى يكون واضح ليكم البنات بهالطريقة. شفتوا نتلقى معكم في الطبلة ديال عيد ميلاد. ها هو الطبق ديالنا النهائي ديال كاتو كلاصي ديالنا اللي كيجي روعة روعة يا البنات، وكب كيك بعد ما زوقتهم كريم شونتيي والشوكولا، مملحات ديالنا من بعد ما طابو كيجيو على هذا الشكل هذا. ونتمنى يعجبكم الفيديو، والى ملتقى ان شاء الله فيديو جديد.